في جملة دايما تعودنا نسمعها، وهي انه الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يرى إلا المرضى. جملة وحكمة مشهورة بتأكد أهمية الصحة في حياة الإنسان. يمكن الجملة دي تفسر بعض الشيء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي من بعد ثورة 30 يونيو 2013 بالإصلاح الصحي في مصر، وإطلاق برامج ومبادرات بتستهدف النهوض بقطاع الصحة والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري. المبادرات دي هم تقريبا في المجمل 15 مبادرة، كان أهمها المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية تحت شعار 100 مليون صحة. المبادرة دي بالأفرع بتاعتها قدمت خدمات الكشف والفحص لحوالي 60 مليون مواطن، وقدمت العلاج لحوالي 2.2 مليون مواطن بالمجان، وحققت أهم هدف وهو إعلان مصر خالية من فيروس سي سنة 2020، وده كان بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي. ما نقدرش نغفل أيضا أهمية مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، لأن دي مثلت ما يشبه كده بارقة الأمل لأكثر من 2 مليون مريض وأسرهم كانوا على قوائم الانتظار مستنين دورهم لجراحات بقى في القلب، في العظام، في الرمد، في الأورام، قسطرة القلب، مخ، أعصاب، زراعة كلى، زراعة كبد. كل دول كانوا أسر يعني تعاني تحت وطأة الانتظار. عشان كده الرئيس السيسي وقت ما أطلق المبادرة دي كان في جملة شهيرة جدا بنتوقف عندها: لو خيروني بين الأكل وعلاج مرضى قوائم الانتظار لهختار علاجهم. برضو في أكتر من 27 مليون طالب في 22 ألف مدرسة خضعوا للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم، وفرقت مع حياة الأطفال دي وبرضو مع حياة أسرهم وتحديدا أمهاتهم. المجمل أو اللي عايزين نقوله أن القطاع الصحي في مصر كان لسنين طويلة جدا منسي بشكل غير مبرر. حصل في القطاع ده في العشر سنين اللي فاتوا تحول كبير، وكان من بين برامج الإصلاح الصحي تدشين مشروع التأمين الصحي الشامل اللي بيعتبر البرنامج الصحي الأهم في تاريخ مصر على مدار عقود طويلة، لأنه بيضمن العلاج والرعاية الصحية لكل المصريين وفقا لأعلى معايير الجودة الصحية في ضوء تطوير المستشفيات ومراكز الإسعاف، عشان يتم توفير خدمات تضمن حياة صحية وكريمة للمصريين. من كام يوم اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ودكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان. اللقاء ده حصل فيه ايه؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع على محاور المشروع القومي للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، وكان في توجيه واضح بالانتهاء من صياغة الخطط التنفيذية لمحاور العمل بالمبادرة. وكان في أيضا تأكيد في الاجتماع ده على أنه رأس المال البشري هو الثروة الحقيقية لمصر اللي لابد من العمل على تنميتها والاستثمار فيها. أيضا في الاجتماع ده وأنا مهتمة أذكر تفاصيله، كان في متابعة لتطورات مهمة في ملف قطاع الصحة، من ضمنها تطوير معهد ناصر ومشروع إنشاء المعامل المركزية بمدينة بدر، وتطوير مركز أورام دار السلام بالتعاون مع معهد جوستاف ليصبح مركز تميز إقليمي. أيضا كان في متابعة للموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتوجيه بقى برضو واضح جدا بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير 30 مستشفى و500 وحدة ومركز طبي في محافظات المرحلة الثانية بالتأمين الصحي الشامل. المحافظات دي اللي هي دمياط، المنيا، كفر الشيخ، شمال سيناء، ومطروح. وده يوصلنا بقى لنتيجة مهمة جدا، انه القطاع الصحي في مصر هو مش بس أدوية وعمليات جراحية ومستشفيات او مبادرات، في الأساس ما نقدرش نفصله عن الوضع الصحي والوبائي العالمي. بنشوف دلوقتي قد ايه العالم بيستعد وبيرفع حالة الطوارئ لمواجهة فيروس جدري القردة او المونكي بوكس والكوليرا طبعا، وقبلها جائحة كورونا، والحالة الوبائية بشكل عام اللي احنا في مصر قدرنا نحقق فيها المعادلة الصعبة إدارة جائحة كورونا بالحفاظ على صحة المصريين وعدم تعطيل النشاط الاقتصادي وتقليل الأضرار بشكل كبير
وعدم وقف الحياة بشكل كامل. ما وقفتش يوم المبادرات الصحية الرئاسية ولا الخدمات الطبية المقدمة بكافة المستشفيات، لأنه كان في دعم غير محدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا.